السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامج جديد ديالنا تحت عنوان بيوتي اند ميك اب. في الحلقة الأولى من البرنامج ديالنا غادي نحاولوا نطرقوا لواحد الموضوع اللي كنستعملوه حنا البنات يوميا، اللي هو مكياج اليومي للعمل والدراسة. فتابعوا معنا شوفوا المراحل ديال المكياج اليومي. مرحبا بكم البنات مره اخرى. غادي نقدم لكم سعيده اللي غادي تكون معايا طيله حلقات البرنامج. مرحبا بك سعيده. اهلا. كنرحبوا بريحانه الموديل ديالنا ديال هذه الحلقه. الو غادي نبداو كيف ما قلت لكم في الاول بالمكياج اليومي ديال العمل والدراسه. اول حاجه كنبداو بها هي لا كريم دو باز. دونك غادي نبداو ابليكيو لا كريم دو باز. بعد ما كان ابليكيو لا كريم غادي ندوزو الفون دو طون. انا قبل هادو لي زاستيس ديالي قبل ما كان ابليكيو الفون دو طون كنفزك البونجا ديالي بالماء الورد باش كتسهل لينا لابليكاسيون ديال الفون دو طون. كنأبليكيو الوجه كامل وما كنساوش العنق ديالنا. خاص تاني بعد ما ابليكينا لو فون دو طون غندوزو دابا لا بودغ دو باز. علاش بالضبط درتي لا بودغ؟ لا بودغ دو باز كنديروها باش كنفيكسيو به الفون دو طون لي درنا، سينو غادي يبقى يطيح لينا هناك. كنديروها بلي يدينا باش ما ينسوش بزاف. مننساوش لوكو حيت حتى هو داخل لينا مع البيزاج. هنا من بعد غادي ندوزو الحجبان طراسو الحجبان. انا خدو واحد البانسو سبيسيال كيكون طلا بحال هكا كناخدو. انا كنطراسو غير بالفراغ ديالو دونك غادي ناخدو حيت الموديل اللي عندنا عندها لي فوال ديالها مارون غادي ناخدو ان باغافوبيير مارون. غادي نبداو من الوسط كيما قلت ونهبطو كاينة شي طريقة أخرى زعما من غير الفن. سي كاينة كاينين بليزيوغ خدو باش كنخدمو بحال هاد الخدو اللي غادي نوريك.
هذا القدوي كيكون فيه هاد السنينة انا نقدر نخدم به الحاجة الاخر هذا هذا احنا كنرسمو غير وكنرسم لينا بحال شعيرة صغيرة كيبان ميناتيور la différence on va avec une nouvelle pinceau un essentiel pinceau complet ici on a pris
اخر حاجه غادي تبقى لينا هي الفم. غنديروا له واحد الكلوز يكون خفيف في نفس لا كولور ديال الفرن. وهكا كنكونو سالينا المكياج اليومي ديالنا.